بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدا اولى فيديوهاتنا يا شباب عن الباي فارماسيوتكس والفارماكوكينيتكس. هنتكلم في الفيديو ده عن بعض المفاهيم الاساسيه اللي لازم كلنا نبقى عارفينها. يعني ايه باي فارماسيوتكس ويعني ايه فارماكوكينيتكس؟ باي فارماسيوتكس يعني احنا بندرس الايفكت اوف فيزيكال اند كيميكال بروبرتيز اوف دراج، الايفكت اوف دوزج فورم، الايفكت اوف روت اوف ادمنستريشن، الروت اوف دراج ادمنستريشن على البايو افيلابيليتي او على الريت اند اكستنت اوف سيستميك دراج ابزوربشن. طب يعني ايه فارماكوكاينيتكس؟ كلكم عارفين الفارماكوكاينيتك يعني الايفكت اوف دراج على البادي، اللي هم الفور بروسيس، الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. الميتابوليزم والاكسكريشن احنا بنسميهم اليمينيشن. الاليمينيشن ده مصطلح اكبر واشمل من الاكسكريشن. كلمه اليمينيشن يعني التخلص من الدواء، والتخلص من الدواء بيكون عن طريق الميتابوليزم والاكسكريشن. فكلمه اليمينيشن معناها العمليتين دول، ميتابوليزم واكسكريشن. في كمان مصطلح تاني اللي هو الدراج ديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. التلات عمليات دول بنسميهم دراج ديسبوزيشن. دراج ديسبوزيشن يعني ديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. ده الفارماكوكاينيتكس اللي هو بنسميه البيسك فارماكوكاينيتكس. لكن في كمان كلينيكال فارماكوكاينيتكس. الكلينيكال فارماكوكاينيتكس هو الابليكيشن اوف بيسك فارماكوكاينيتك برنسبل على الدراج ثيرابي او للبيشنت. يعني في الكلينيكال فارماكوكاينيتكس احنا بنستفيد بالبارامترز اللي موجوده في البيزك فارماكوكاينيتكس واحنا نطبقها على الدراج ثيرابي. من ضمن الكلينيكال فارماكوكاينيتكس مثلا التي دي ام اللي هو الثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. احنا بنعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج عن طريق حاجه من اتنين، يا اما نقيس الدراج كونسنتريشن في البلازما. مثلا الديجوكسين النورمال ثيرابيوتيك رينج بتاعه من 1 الى 2 نانو جرام بير ميل. الثيوفيلين والفينيتوين من 10 الى 20 مايكروغرام بير ميل. ده النورمال ثيرابيوتيك رينج اوف ثيوفيلين اند فينيتوين. ده بنسميه تي دي ام ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج. احيانا نعمل تي دي ام ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج ان احنا بدل ما نقيس الدراج كونسنتريشن في البلازما احنا هنشوف الفارماكولوجيكال ريسبونس اوف دراج. مثلا الديجوكسين عندنا حاجه من اثنين، يا اما نقيس الكونسنتريشن بتاعه في البلازما يا اما نعمل اي سي جي للعيان اللي بياخد ديجوكسين. الوارفرين، العيان اللي بياخد وارفرين ممكن احنا نقيس الوارفرين في البلازما. دي طريقه، وفي طريقه اسهل ان احنا نعمل تحليل سيوله اسمه الاي ان ار. النورمال رينج في الوارفرين من 2 ل 3، ده تحليل سيوله. لو زاد عن 3 يبقى السيوله كده زايده، لو قل عن 2 يبقى المريض ده معرض لكارديوفاسكولار ايفنتس، معرض ان يحصل له كلوتينج. فده بالنسبه للوارفرين. يبقى التي دي ام احنا قدامنا اختيار من اثنين. طبعا هو بيتعمل الادويه اللي ليها النارو ثيرابيوتيك اندكس او نارو ثيرابيوتيك ويندو، الادويه اللي هي بتبقى ليها توكسيستي عاليه وادويه خطيره جدا زي الوارفرين والديجوكسين والثيوفيلين. فبنعمل لها ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج، يا اما نقيس الدراج في البلازما يا اما ان احنا نعمل فارماكو دايناميك ريسبونس فولو اب. احنا نتابع الفارماكو دايناميك ريسبونس. مثلا المريض لو بياخد دواء عادي حتى زي الانسولين، مش دواء خطير ولا حاجه. الانسولين احنا مش بنقيس الكونسنتريشن اوف انسولين في البلازما، لكن احنا نقدر نعمله مونيتورنج عن طريق ان احنا نقيس البلاد جلوكوز، او احنا نتابع الهيموجلوبين A1C. ده بالنسبه للانسولين. وادويه كتير جدا احنا بنعملها مونيتورنج عن طريق ان احنا نتابع الفارماكولوجيكال ريسبونس بتاعها. الوارفرين زي ما قلنا ممكن نقيس الاي ان ار او البروثرومبين تايم. ده بالنسبه للكلينيكال فارماكوكاينيتكس. طيب الفارماكوكاينيتك احنا عندنا تو اسبيكتس اوف فارماكوكاينيتك، جزء ثيوريتيكال وجزء اكسبيرمنتال. الجزء الاكسبيرمنتال ان انا اقيس دراج كونسنتريشن في البلازما او ان انا اعمل مونيتورنج بالطرق دي، ده جزء اكسبيرمنتال بنقدر نعمله. في جزء تاني في الفارماكوكاينيتك اسمه ثيوريتيكال ابروتش او ثيوريتيكال اسبيكت، جزء نظري، وهو كل المودلز اللي هندرسها في الفارماكوكاينيتكس دي عباره عن theoretical models، hypothetical models، يعني حاجات افتراضية مش experimental، ما اقدرش اعملها، هي حاجات افتراضية وتخيلية. ال compartmental models، ال physiological models، كل المودلز اللي في الفارماكوكاينيتكس هي theoretical approach او theoretical aspect not experimental. ال experimental الوحيد ان انا اقيس الدراج كونسنتريشن في البلازما، وبنعمل العلاقة اللي هي معروفة في الفارماكوكاينيتكس ان انا بعمل كيرف علاقة بين time وبلازما كونسنتريشن. تايم على الاكس اكسس وبلازما كونسنتريشن على الواي اكسس. وعلمونا في الرياضه زمان ان احنا بنحط على الاكس اكسس الاندبندنت فاريبل المتغير المستقل، وعلى الواي اكسس
الديبندنت فاريبل او المتغير التابع. هنا independent variable يعني متغير مستقل اللي هو التايم، هنا البلازما كونسنتريشن ده ديبندنت فاريبل او متغير تابع للزمن. يعني البلازما كونسنتريشن بيتغير مع تغير الزمن. كيرفاتنا كانت زمان في الفارماكوداينامكس كانت علاقه بين دوز وريسبونس. الدوز هو الاندبندنت فاريبل، لكن الريسبونس هو ديبندنت فاريبل متغير تابع لتغيير الدوز. لكن في الفارماكوكاينيتكس تايم على اكس اكسس وبلازما كونسنتريشن على الواي اكسس. في كمان مصطلح اسمه التوكسيكوكاينيتكس. التوكسيكوكاينيتكس والكلينيكال توكسيكولوجي برضه احنا بنطبق المفاهيم بتاعه البيسك فارماكوكاينيتكس على الادفيرس افكت اوف دراجز او على البويزنز. طيب كمان في مصطلح تاني اسمه دراج اكسبوجر. دراج اكسبوجر مقصود بيه دراج دوز او دراج انبوت للبادي، وده بنعرفه ببعض البارامترز في الفارماكوكاينيتكس اللي هي الاريا اندر ذا كيرف والستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن والسي ماكس والسي مينيمم. فده دراج اكسبوجر. الدراج ريسبونس هو الفارماكولوجيكال افكت اوف دراج برضه، يعني قريب جدا من الفارماكوداينامكس. الفارماكوداينامكس زي ما خدته زمان في الفارماكولوجي هو الافكت اوف دراج على البادي. الافكت اوف دراج على البادي اللي هي الفارماكولوجيكال ريسبونس اوف دراج، الميكانيزم اوف اكشن، الادفيرس افكت، كل دي فارماكوداينامكس افكت اوف دراج على البادي. دي بعض المفاهيم اللي لازم كلنا نبقى عارفينها في الفارماكوكاينيتكس. المفهوم الثاني قصه بقى المودلز. اشهر مودلز عندنا في الفارماكوكاينيتكس هي الكومبارتمنتال مودلز او كومبارتمنتال بيزد مودلز. يعني الكومبارتمنتال هي طبعا زي ما قلنا الثيوريتيكال ابروتش. احنا بنفترض ان احيانا يقول لك وان كومبارتمنت اوف الموديل، مثلا بنفترض ان الجسم كله وان كومبارتمنت، يعني وان يونت او وان انتيتي او وان بوكس، تقدر تعبر عنه زي ما تحب. لو قلنا مثلا في الوان كومبارتمنت اوف الموديل، احنا هنعتبر الجسم كله از وان كومبارتمنت. طيب وان كومبارتمنت ليه سموه اوبن موديل؟ لو جينا نرسم الاول ادي كده وان كومبارتمنت. اوبن ليه؟ اوبن لانه لو ما قالش اوبن ممكن السيستم ده يبقى كلوزد. طب كلمه كلوزد معناها دراج انتر الكومبارتمنت بات كودنت بي اليمينيتد. فكلمه اوبن معناها ان ذس سيستم should be open system. الدراج انتر اند ليف السيستم ات اني تايم. السيستم هنا ده مقصود بيه البادي كله. فهم طيب سموه اوبن سيستم، عرفنا لانه لو ما قالش اوبن ممكن السيستم يبقى كلوزد، يبقى الدراج انتر اند كودنت بي اليمينيتد. لكن السيستم اوبن يعني الدراج انتر السيستم اند اليمينيتد فروم ذا سيستم. الدراج كان انتر البادي اند ليف البادي ات اني تايم ات اني انستنت. طب ليه سموه وان كومبارتمنت؟ وان كومبارتمنت معناها زي ما قلنا ان البادي كله اكت از وان كومبارتمنت، ان الدراج uniformly and rapidly distributed within the body and the body act as one entity, one unit, one box. سميه زي ما تسميه، الجسم كله الدراج هيبقى uniformly rapidly distributed within the body. طبعا ده شيء theoretical، ده في one compartment. مرة يقول لك one compartment open model IV، يعني أنا هحقن الدواء بتاعي IV، الدراج هيحصل له distribution within the body وبعدين يحصل له elimination. فال one compartment open model IV injection هو بيتكلم عن two processes اللي هما distribution وال elimination. ال K دي معناها elimination rate constant، وقلنا ال elimination يشمل الميتابوليزم وال excretion. ده ال one compartment open model IV injection. انا بتكلم على ديستريبيوشن، مفيش هنا ابزوربشن، ديستريبيوشن واليمينيشن. في بعض الكتب كمان بتسمي الوان كومبارتمنت اوبن موديل بنسميه ويل ستيرد. ويل ستيرد ليه؟ يعني الدراج هوموجينسلي ديستريبيوتد ويزن ذا بودي. طيب ممكن في النوع تاني اللي هو الوان كومبارتمنت لكن اورال ابزوربشن، وان كومبارتمنت اوبن موديل اورال ابزوربشن. هنزود هنا الريت كونستانت، هنسميه ابزوربشن ريت كونستانت، والدراج بعدين يحصل له اليمينيشن من السيستم. يبقى هنا في ثلاثه بارامترز، الابزوربشن ريت كونستانت والديستريبيوشن واخيرا الاليمينيشن ريت كونستانت. في الاولاني كان في تو بارامترز اللي هم الديستريبيوشن والاليمينيشن. طب لو هنتكلم على مستوى التو كومبارتمنت، التو كومبارتمنت بقى هو بيفترض ان الجسم هنقسمه لتو كومبارتمنت. الكومبارتمنت الاول اللي هو البلازما والهايلي بيرفيوزد تيشو، ده بنسميه سنترال كومبارتمنت.
الهايلي بيرفيوزد اورجنز يعني الاورجنز اللي رايح لها بلاد فلو عالي. الكومبارتمنت الثاني اللي هو البريفرال كومبارتمنت او التيشو كومبارتمنت اللي هو التيشوز اللي هي سلولي بيرفيوزد رايح لها بلاد فلو قليل. طيب التو كومبارتمنت برضو مره هنتكلم عليه مع الاي في انجكشن، ومره ثانيه هنتكلم مع الاورال ابزوربشن مع الدراجز اللي هي بتتاخد اورالي. ببساطه شديده لو قلنا التو كومبارتمنت بالشكل ده سنترال والبريفرال، الدراج هيحصل له ترانسفير من السنترال للبريفرال ويحصل له ترانسفير من البريفرال للسنترال في اكوليبريم. السنترال كومبارتمنت اتفقنا هو البلازما والهاي ديفيوزد اورجنز اللي رايح لها بلاد سبلاي عالي. البريفرال كومبارتمنت احيانا يسموه التيشو كومبارتمنت هي الاورجنز اللي هي سلولي برفيوت اللي رايح لها بلاد فلو قليل زي السكن وزي الماسل في الريستنج كونديشن والتندونز والليجمنتس. طبعا السنترال كومبارتمنت يشمل البلازما والكدني والليفر والهايلي برفيوزد اورجان. فلو بتتكلم ان الدواء مثلا هندي اي في انجكشن سواء اي في بولس او اي في انفيوجن، فكده الدراج هيروح للكومبارتمنت الاول يحصل له ديستريبيوشن وبعدين ترانسفير ما بين الكومبارتمنت الاولاني والثاني وبعدين يحصل له اليمينيشن. دايما الاليمينيشن يحصل من السنترال كومبارتمنت. ليه؟ لان السنترال كومبارتمنت هو اللي فيه الهايلي ديفيوزد اورجان اللي هم الليفر والكيدني اللي هم التو ميجر اورجانز فور اليمينيشن اوف دراجز. فدايما الاليمينيشن يحصل من السنترال كومبارتمنت. هنا كام بارامتر عندي؟ اثنين، ديستريبيوشن، ديستريبيوشن في السنترال وديستريبيوشن في البريفرال كومبارتمنت، وترانسفير اوف دراج اللي هو الريت الكي ده من 1 ل2 ومن 2 ل1 اسمه ريت كونستانت فور ترانسفير اوف دراج. فانا عندي 3 ريت كونستانت، الكي ده طبعا مختلف اللي هو الاليمينيشن ريت كونستانت، عندنا 3 ريت كونستانت وعندنا 2 ديستريبيوشن، كده 5 بارامترز لو بتكلم على تو كومبارتمنت اوبن موديل اي في انجكشن. لكن لو تو كومبارتمنت اوبن موديل اورال ابزوربشن هزود الكي اي، الكي اي هنسميه ابزوربشن ريت كونستانت، كده هيزيد بارامتر معايا. كده عندي 6 بارامترز في التو كومبارتمنت اوبن موديل اورال ابزوربشن. اول واحد الابزوربشن ريت كونستانت، تاني حاجه ديستريبيوشن اوف دراج ويزن سنترال كومبارتمنت والديستريبيوشن اوف دراج ويزن بريفرال كومبارتمنت، كده 3. وعندنا كمان 3 ريت كونستانت اللي هو ترانسفير ريت كونستانت 2، وعندنا كمان الاليمينيشن ريت كونستانت، كده عندي 4 ريت كونستانت، الكي اي والكي من 1 ل2 والكي من 2 ل1 والكي الاخير ده اللي هو الاليمينيشن ريت كونستانت، 4 ريت كونستانت و2 ديستريبيوشن. كده في السنتر في الاي في كان 5 بارامترز، في الاورال ابزوربشن التو كومبارتمنت اوبن موديل فور اورال ابزوربشن عباره عن 6 بارامترز. ده بس المطلوب مننا نعرفه في الوان كومبارتمنت والتو كومبارتمنت. بعد كده ان شاء الله هناخد ايه المعادلات اللي تهمنا فيها وايه المسائل اللي تهمنا. هنكتفي ان شاء الله في الفيديو ده بالقدر اللي اتعلمناه النهارده، هنعرف بس بعض الكونسبت وان شاء الله هنطبق الكلام ده كله في فيديوهات جايه باذن الله. اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.